ورجعنا مع كشف حساب. آه طبعا اكيد لازم نعزي الوطن العربي كله بوفاه الفنانه الكبيره محسنه توفيق. الله يرحمه وغمد روحه الجنه بس بعد صراع طويل مع المرض. هذه الفنانه امانه تمتلك تلقائيه وطبيعيه ما تمتلكها كثيرات. آه غيابها مع المرض اخذها منه. الله يرحمه ويغفر لها. طبعا هي اشهر ادوارها اكيد فلال الحلميه عدد اجزاء. الله يرحمها واكيد هي الحين في مكان احسن باذن واحد احد هذه الناس الطيبه